شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. ربي اتكلم عن شيء جديد. انا بختار اني اقعد قرارا على اساس شوي اخذ راحتي في الكلام، لكن في البدايه احب اهنيكم واهني نفسي بفوز المنتخب الوطني بكاس اسيا. نحييهم. وكان انجاز رائع، وخاصه ان احنا فزنا في كل المباريات وما كان في اي تعادل ولا كان في اي جول دخل علينا الا في المباراه الاخيره، وتجاوزنا كل الصعوبات. اليوم كلامنا عن جهاز ينقل التكنولوجيا من تكنولوجيا الجوال الى تكنولوجيا الحياه اليوميه، ينقلنا الى ان يكون كل شيء في بيتنا سمارت، يعني تلفزيون سمارت، الرسيفر سمارت، الليت سمارت، الغسالة سمارت، المكيف سمارت، كل هاي ممكن نحولهم إلى سمارت ديفايسز، يعني أجهزة ذكية. زين، الأجهزة الذكية شنو فائدتها؟ لأن احنا كمكفوفين على الأخص، اتركوا لي المبصرين وانه بيسهل عليهم وغيره وغيره وغيره. سمارت ديفايسز بتكون لنا افضل. ليش؟ من يقدر يجاوبني؟ خالق الاكوان يا ربي يا رحمن اكرمني بالغفران. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا.